Carry on. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. اهدى ثم انطلقوا لنشتركوا مع بعضنا في موضوع جديد اللي هو اضطراب الذاكرة. وشتركوا مع بعضنا لعشرة أسباب اللي تنجم تفسر الاضطراب هذا. أول حاجة نلقاو العواطف والأفكار اللي تعيق تخزين أو تذكر التفاصيل. نلقاو زيد الحزن اللي يحتاج الكمية كبيرة من الطاقة الجسدية اللي قد تأثر على ذاكرتنا. تفاعل الأدوية زيد مع بعضها تأثر أحيانا على الذاكرة. العلاج الكيميائي اللي يصيب ضبابية في المخ ويأثر على الذاكرة لفترة قصيرة أو مؤقتة. جراحات القلب اللي تزيد من حضور الوهن الذاكرة. إصابة الرأس اللي تؤدي لضعف الذاكرة على المدى القصير وزيادة إلى مرض الخرف على مدى سنوات. انخفاض فيتامين B2 يتسبب في ظهور أعراض الخرف زيادة. فرط نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي لفقدان الذاكرة والضباب الذهني. التهاب المسالك البولية تسبب النسيان وخاصة عند كبار السن. اضطرابات الكلى وتراكم الملوثات بها تؤثر زيادة على وظائف المخ. وبهكا نخليكم مع موجة الحياة فهم الموجة الإيجابية للصحة النفسية. Keep calm and carry on.